أرخص مارشي في الجمهورية سوى فريب سوى ولد بحر سوى زازار دجاج خضرة غلة في الجمهورية كاملة. احنا جونا من مرسى من سكرة من أريانا باش يقضيو من هنا، ما عندناش أسعار. اليوم شري مثلا قماش اليوم مثلا بالفرنك، اليوم غدوة تلقاه 660 كيلو دينار، بعد ثلاثة أربع أيام تلقاه كيلو ب 1400، باش تاخذ 100 كيلو مثلا بطاطا على 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 100 3000 3% هذيك فوق حقها. خاتي كل تسمصير يقول لك وفات تدفع ما كانش ما تاخوش. تو تلقى طماطم مفقودة تو كيلو طماطم كبرى قد كعبة العنب ب 2400. تو كي تريد البلاد كي فما أربعة ولا خمسة من الناس يمشوا للحبس، تو تريد البلاد يخبي في الدبوات ويخبيو في القوات باش احنا نتعاركوا بعضنا الشعب وهم يكسروا الرئيس يحبوا. هما المشكلة نتاعهم قيس عيط نحى. أنت قديم هوني في السوق؟ أنا جيت شعري أبي أبيض أكحل هنا وشبت. ولد عمت سواحل أنا ولد حلفة وين أصل أنا؟ نسكن في عمت سواحل احنا. بعيد دارنا 200 متر. شنو تبدل بين توا وقبل في السوق؟ أنت قلت لي جيت شعرك أكحل توا ولا شعر؟ مين حاب يقول في البقعة هذه أبيض؟ قبل توا جاب وجاب. جاب القمح القصيبة وجاب مباركة الحبيبة. إيش حب توا موجود هنا؟ كل شيء خيرات ربي عنا موجود هنا، الزيت موجود، الحليب موجود، الفرينة موجودة، المقرونة موجودة، الهم موجود، إيش تحب يا قبل كان الهم هذا ما كانش. توا إحنا هم زادوا في المقرونة وزادوا في الحليب في السكر وزادوا في الزيت وفي الليسونس. يا خويا باكو حليب عنا صغيرات يمشوا المكتب صبيح، ما عنديش باش يخرج الزبدة أنا. نحب ولدي تخلي قدمة خبز كويس حليب يمشي يقصدوا رب زيدونا فيه مسيرش حليب زيدونا هكا مجدتوا في كل شيء زيدونا في الحليب. شريه الباكو بالفين؟ والله العظيم شريت أربع باكوات ب 8000 فرنك 8400 على 2100 حسبوا لي الباكو. وقت اللي عندي صغار ولاد بنتي ولاد ولدي بنقول لهم خليهم صغار ما يشوفوش ناخذوا كان عاجبك يقول لك برشكي ما عنديش حليب البارح يبيعوا فيها كرتونه ب 10. يعني اليوم فما سمسرة بالحليب، معناها فما سمسرة، معناها الحليب يبيعولك بالتريبل نتاعو السوم نتاعو. ريت الحيطة، ريت حيط الجامع، كي يقفوا بجنبه يسمسروا فيه، يقول لك شقاعد تعمل وقفة هذيك، يعطيني حق الوقفة هذيك في الجامع، يسمسروا فيه الحيط يا بنتي مش حليب. يا بنتي راهو شيء راهو شيء راهو شيء قوة ربي راي بفلوس واحد تنقط عليه يا خويا عليه، عليه وين كنا ونصبحنا راجع بيخدم يعكلوا فيه. عندنا رئيس باهي راهو يحب يخدم. ما خلاوش يخدم. جي فيروس شكون؟ فيروس الشعب. باهي اليوم الزوالي هو اللي باش يخلص الفاتورة. هذا يعطيك صحة، ها شكون يخلص فيها فاتورة؟ الزوالي. تو صور في 10 ولا 12 سنة، قليل صور 12 سنة تو. من يمشي وزازيو؟ وش في زازيو؟ بالله يعيش بنتي شنو في زازيو؟ شنو في زازيو؟ الدجاج. ما عادش ضغطوا عليا الدجاج. الدجاج بقداش؟ ها؟ الدجاج بقداش؟ أنا تمشي للمرأة تقضي نعطي الفلوس وكاو، نعطي 20000 ولا 50000 تقول لي راني قاعد ناقصة، فيش ناقصة؟ باش تعملي سفره من عياد والله لا ما كل شيء جيت نشوف كل عندها الحق. انت قديم هوني في السوق واكيد في السوق واكيد عندك فكره على الاسعار. لا على نتاع الخضره اما حكايه الدجاج واللحم ما ندورش بيه هنا جمله ما نكذبش عليك ما نخرجش نقضي انا البطاطا والخضره كما نقولوا هذوما اللحومه في بعضنا هنا نعرفوا الاسواق نتاعهم نمشي للمرشين نتقابلوا غاديك نعرفوا الاسواق اما الدجاج ولا ولد بحر هذايا واللحم حشاك ما ندورش بيه. بعتني فكره على الاسعار نتاع الغله ولا الخضرة؟ ما عندناش أسعار. اليوم شري مثلا رومان شري مثلا بالفرنك اليوم غدوة تلقاه 660 كيلو دينار، بعد ثلاثة أربع أيام تلقاه كيلو ب 1400. فماش أسواق فماش أسواق. الهباط يبيع كيما يحب باش تاخذ شكارة بطاطا يقول لك حطي على الأقل 500 ولا 700 تحت الطاولة خاطي الميزان تاع البطاطا بفلوسك وتلحلح وساعة ساعة تلقى عليها ضربوني وبوليسية بداو يحزوا بفلوسك وتلحلح تجري تحت الطاولة حط ما تحطش تحت الطاولة يقول لك وفيت هاي كان موجودة تباعت. قداش يلزمك تدفع؟ هاني قلت لك انا بتاخذ كهرباء بساطي على الاقل تدفع لها 500 700 فرنك اقل سوم هذا راهو عمل معك مزية ما يمشيش واحد على كهرباء بساطة اقل سوم يمشي خضار مزمر يحطها ياخذ حاشيك خمسة ستة شهيرات كان خلطت عليهم زاد خاطيك 3% و 5% وخاطي واش يجيبهم لك برشا القرو لهنا في الحمالة في كاميون وراو تي بيجيبهم لك لهنا للنصبة تيرا و نقول لك والله العظيم شيء أسف والله العظيم على بلادنا هذه ربي البلاد هذه ربي مبارك لها وحوير الأولياء الصالحين ربي مبارك لها فما ناس اللي عندهم بالعامين الشتاء ما جاتهمش احنا نحمد ربي.
اليوم المشكله معناها في المارشي سنترال. لا مارشي القرول الكبير الكبير المول سنترال كيف نحن هنا راه نفس الاسعار كيما هوني كيما غادي قاعده دخموني هنا يقولوا لو انه الحلفاوين ارخص ارخص مارشي في الجمهوريه سوا فريب سوا ولد بحر سوا زازار دجاج خضره غله في الجمهوريه كامله. احنا جونا من مرسى من سكره من اريانا باش يقضيو من هنا. المشكل في المارشي القرو احكي لي عليه بالضبط بالتفصيل باش نزيد نفهم اكثر خاطر بكري ما فهمتكش بالكدا. معناها تصير مشاكل بين اللي يهبط في السلعه واللي باش اي ما تدفعش تحتها ولا ما تهزش تبدا السلعه مفقوده ما فماش تدفع عليها يلزمك خاطي الحماله خاطي الواحد الحماله نتاعك 5% فهمت باش تاخذ 100 كيلو مثلا بطاطا على 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 100 3000 3% هذيك فوق حقها خاطي كل تسمصير يقول لك وفات تدفع ما كانش ما تاخوش. يعني هو سبب في غلاء الاسعار اليوم؟ كيفاه؟ هو سبب في غلاء الاسعار اليوم؟ هو خويا سبب ما عندهمش شكون يحكم فيهم. ما عندهمش شكون يحكم فيهم. قلت كان هالبلاد هذه ربي مبارك لها وحويرها ولي صالحين. صب الشتاء تهد حشك الدنيا روابع سعديه صخاره تقتل تحرق وربي باقي مبارك لنا. لكن هما ما خلاوش البلاد رايده. اللي غا يحط في منصب يغم ويمشي على روحه. كي نحيو المشاكل اللي قاعده تصير معناها قداش تولي كسار الطماطم والبطاطا؟ تو كل شيء يطيح تو تقعد طماطم مفقوده تو كيلو طماطم كبرى قد كعبة العنب ب 2400 تو كي تريد البلاد كي فما اربعه ولا خمسه من الناس يمشوا للحبس تو تريد البلاد قداش يرجع سوم الطماطم والبطاطا؟ ما يرجع حتى كيما عهد قبل تولي 250 300 فرنك كيلو طماطم تولي. السلاح راهي موجوده الناس فما الناس تلبس عليها عند الميرات كفن خبي في المخازن خبي في الفريقوات باش جوعك انت وانا وغيرك باش يطلعوا في الاسعار. يا ريتو كان يطلعوا في الاسعار ما فماش هاني قلت لك الحليب ما فماش الزيت ما فماش وين بلاد خيرات يخبي في الدبوات ويخبيه في الفريقوات باش احنا نتعاركوا بعضنا الشعب وهم يكسروا الرئيس يحبوا هما المشكله نتاعهم خايس عايد نحى. يعني انت تراها معناها غلاء الاسعار مشكله سياسيه؟ لا لا المشكله نتاع شياته وخردجيه هنا حشاك انت مالش فيك يا بنيتي انا شنو فاهم فيك مشكله سياسيه قلت كان خلاوه الرئيس يخدم على روحه تو كل شيء توجد ما خلاوش هما يعملوا هكايا باش احنا الشعب نهيجوا على الحكومه الرئيس قال شنو مش باهي هو سبب كل شيء. هي في شكون راه شكون يجي فرس الشعب الرئيس هو يمشي يجي غيره الاخر يمشي الوزير يجي غيره وانتخابات اما الشعب هو اللي قاعد يعاني والله وراس بنتي كيما نحكي لك انا نحكي لك بالضبط لاني اشوف لاني مرك حزاب لاني نهضاوي لاني سيسمو نتاع كعبير موسي لاني حتى حد انا مغروم بالكوره انا نحب كان الكوره السياسه معلول هذاك ولد عم طارق احكي لي على غرامك بالكوره. غرامي بالكوره بني انت كاش نقول لك انا لعبوا معايا كورجيه الربوبه نتاع البلاد تو انا على ذكر انا ولد عم احنا عائله كورجيه انا ولد عمي طارق ذياب فهمت واحنا عائله كورجيه واللي الكره نتاع قبل وتو راه مش كيف قبل ناس مزمره فرشيشي كورجيه ولا تو بالملايين جوارات واللعب كوره ما فماش مش خليها استرادات فارغين وتلفزه ما تعديش الشباب والرياضه يقول لك انا خاتينا والجاري هو الكل في البلاد هنا يا خويا الماتش اللي يحب يعديه يعديه يحب لا لا الكوره عايفوك ترى في كوره مش نفسوها عايفوك فيها انت اقل حاجه تو هاو كما تو هاي اقل حاجه في فريق قومي جوال باش يمشي باش يمشي يشارك في كوب ديمون من ناحيه هو عليه نحاوة لونتر نتاعو نحا عمله كموسى باش يتنحى باش يهزو اللي حاجته بيه هذه اقل حاجه بنحكي الكوره كيفاش تلقت في تونس تو كوارج انت اونترنور ثلاث ثلاث جوالات حاجه كبيره وهذاك الجول صغير ومازالك طلع عنده بلاصته ومعاهم في التشكيله الاخر وقت ينحيو هذه من تابعه جدا نتاع الشمسير والله ورث كلها تسمصير والله ورث اي مول الجوار تو ايش يقول لك على الشكوره تو الجوار يشارك في كوب ديمون يضرب 800 مليون حتى ما يكورش يمشيش يقعد على البنك كيف انا هكايا ياخذ 800 مليون عاد ما خير انا نهز انا معايا صاحبي مكرم ولا نهز معايا عمار نهز مكرم باش تنفع في جرته وعمار اللي حق يسحق يلعب مثلا السيد هذا مثلا معك احنا نقولوا عمار السيد هذا يسحق البلاصه باش يلعب ما يلعبش انا نهز مكرم خاطر ندبر راسي في جرته مكرم 800 مليون على الاقل يعطيني منهم حتى 100 150 مليون هو مبنك في القاعه في القاعه في البنك قاعد معايا حتى كوره عايفونا فيها قلت لك كثر في كوره نتنفسوا ما فماش
يقتل يحب يظهروا يعديوا الكوره يعديوا ما يحبوش وانا شنو نعديه وانا المسلسل تحطوه في اليد تفرج فيه اربع مرات في النهار اعاده شوف لي حل احنا ما لقيناش حل الروح يا المصيبه يا بنتي راه واش يقول لك الله يبقى علينا ستر لك على توقعاتك للمنتخب الوطني التونسي لا عندنا منتخب شو البريما يعني معنا مشير عندنا منتخب ما نجمو حتى حد وقت الحاضر الماتش طول مع شو اسمه استراليا كي ناكلوا اربعه نروحوا فرحانين والله ورش كي ناكلوا اربعه بلاش نروحوا فرحانين ومن بعد كلمهم في تونس يقول لي عليه كي حاج من خدمة الناس يقول لك انا رئيس جامعة ولا الممر يقول لك انا نتحمل مسؤوليتي كيفاش باش تحمل حملتنا احنا قبل نتحمل انت مسؤوليتك يا ودي قلت لك راهي كوره معاه فما كوره سمسير كوره سمسير اللي يستاهل فريق قومي ما يمشيش والممرن الباهي يحطوا لك واحد تونسي بتاع 40 50 مليون يستعمروه يقول له نحي هذاك دخل هذايا خرج هذاك يولي هو رئيس الجامعه يحكم باش يجيبوا قاوري ما يعرف حتى شيء يعرف كان في فورما يلعب ما يجيبوش خاطر سمو غالي عليهم ما لقاوش مش يتفتفوا راني نجيب انا ممرن تونسي نعطيه 40 50 مليون ونقول له انا الشهريه نتاعو 80 مليون لا معقول مع فرنسا شنو تتوقع لها تونس؟ يا بنيتي ان شاء الله ربي يفرحنا بيك انا نقول لك استراليا ان شاء الله يقدوها فرنسا لا والله كلام معقول راني تونسي نحمد ربي تونس تربح اما راه شيء صعيب كي نخسر احنا ما قلت كان استراليا مزمره نكون نزيد علينا شويه تربحنا فرنسا قوم لنا بالعكس هم برشا قالوا لي انه تونس ما من الممكن انها تربح ان شاء الله احنا شنو نحبوا ان شاء الله والله ان شاء الله تربح اما راه صعيب اللي يكذبوا يقولوا تونس تربح ما تربح يا اخي بتلعب مع كيف ولا مع ليبيا تونس استراليا راهي من فرق قوية توا ما تنجموهاش أما احنا نقولوا إن شاء الله ربي معانا نربحوا أما إن شاء الله مربوحة ها إن شاء الله مربوحة أنا من قلبي والله تونسي نحب بلدي تربح أنا وكوارجي قديم نحب تونس تربح أما من بصراحة ما نكذبوش على بعضنا راهو معناش جمعية باهي معناش جمعية باهي تو أنت علاش قلت لك أنا بالكتاف في اللعبة احنا نسميلك على جوار عام كامل مضروب مشى دبي تضرب في دبي طيشوا دبي قالوا خويا برا روح فات مهمتك ما عادش عايشتهم بي خاطر ما عادش عنده ما يعطي جا تونس سرقت قداش معلول سي معلول هذا فرت على الترجي الانترنير لعبوا جميعتين علاش باش يخلطوا على الفريق القومي وقت اللي عندهم هما تو واحد في صفاق سخين من المريح 10000 مره علاش قلت الكره هي فزت مرقت ماركه مسني ونسك